القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية السيدة ابتسامات محمد عبد الله أول ضابط في الجيش المصري التي وفاتها المنية عن عمر يناهز 97 عاما. نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ بيان نعي القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال إن السيدة ابتسامات محمد عبد الله التي رحلت عن دنيانا القوات المسلحة تقدم العزاء لأسرة الفقيدة، ويعني داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان. الفقيدة شاركت في حرب فلسطين 48 وولدت عام 27 في محافظة بني سويف لأب مصري وضابط بالجيش وأم سودانية، هي فاطمة فضل ابنة سلطان إقليم الواو في السودان. تلقت ابتسامات تعليمها الابتدائي في مدارس فرنسية لكنها لم تستكمل تعليمها العالي، وفي سن 20 درست التمريض بالهلال الأحمر المصري، وبعد إنهاء دراستها في الهلال الأحمر انضمت إلى القوات المسلحة المصرية برتبة ملازم أول عام 47، وكان للفقيدة دور بطولي في حرب فلسطين عام 48 إذ حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريض مصابي العمليات بالمستشفى الميداني في غزة.